في هذه السلسلة التي قمنا بإيضاح لكم أهم من المكتشفات التي غيرت حياة البشرية، قمنا هنا في طقس العرب بتسليط الضوء على العديد من المكتشفات التي ساهمنا نحن بها العرب والمسلمون في تطويرها واختراعها واكتشافها في أمر يساعد وساعد العالم على التطور ووصول إلى ما هو الحال عليه. نأسف لما نراه الحال الآن في أمتنا العربية والإسلامية وفي منطقتنا، ولكن هذا العمل جزء منا في طقس العرب كرسالة إيجابية لكم بأننا كنا قادرين في يوم من الأيام على قيادة الأمم، واليوم يمكننا أيضا بالعمل الجاد والإيجابية والتركيز على الاختراعات والعلوم بقيادة الأمم من جديد، ولا الأقل ببعض من هذه العلوم إن لم يكن كلها. أتمنى لكم أعيادا سعيدة وعيد فطر سعيد وعيدا مبارك، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في أعمال أخرى. كان معكم محمد الشاكر وفريق العمل من طقس العرب، إلى اللقاء.